فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أعلن النهاردة عن إقامة مؤتمر حول المستقبل المصري. اسم المؤتمر مستقبل مصر إلى أين، يجمع كافة التيارات الثقافية والدينية، الجماعة الإسلامية، التيار السلفي، الإخوان المسلمين، الصوفيين، العلمانيين، كل من له فكر ثقافي ديني سيجتمعون تحت مظلة الأزهر الشريف. هذا هو الكلام. فضيلة الإمام الأكبر معنا على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ تامر، أهلا وسهلا. تحياتي لفضلتك وأمنياتي بالتوفيق في هذه المرحلة الدقيقة. الله أدعو الله لي بالصحة والعافية وبالستر وبالتوفيق في خدمة الأمة. آمين يا رب. فضيلة الدكتور، يعني هو طبعا شيء يبدو مبشرا ويدعو للتفاؤل أن يجمع هذه الأطياف كلها تحت سقف واحد، لكن البعض عندما سمع هذا الكلام قال من يستطيع أن يجمع كل هؤلاء الفرقاء تحت سقف واحد وعلى مائدة واحدة؟ نعم، هو الأزهر طبعا لأنه أبو الجميع، وعلى مدى التاريخ كان تحت قبته تجتمع كل هذه الثقافات، وعلى منبره كانت انطلاقات الثورات المعبرة عن كل أطياف الشعب. نحن فيما يتعلق بموضوع الدعوة لاحظنا مؤخرا أو في السنوات القليلة الأخيرة أن هناك نوعا من التبديد لأذهان المسلمين فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. ففكرنا كثيرا وحتى قبل 25 يناير وعقدنا ما يشبه جلسة تمهيدية أو طارئة لإعداد مؤتمر كبير. هذا المؤتمر سينعقد وإن شاء الله يعني لا تزال الفكرة يعني قيد، سينعقد تحت أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وأهل الحديث يعني تنطوي تحتها السلفية و يعني بكل أطيافها طبعا. ما هو ده مبتغى سؤالي يا فضيلة الإمام. نعم. أن هل تلقيتم مجموعة من الإشارات معناها أو تؤدي إلى قبول هذه الأطياف المختلفة؟ نعم، بالعكس، ده حضر معنا في هذا المؤتمر التمهيدي ممثلين جاء الشيخ سليمان العودة وجماعة الدكتور الشريف من السعودية، وجت مجموعة من تركيا ومجموعة من المغرب ومن ماليزيا، والحقيقة كلهم وحتى كان فيها الشيخ القرضاوي. أيوة. وكلنا أجمعنا على أن الإسلام يعني يسعنا جميعا، وباختصار يعني حتى لا أطيل على حضرتك ولا على المشاهدين، هو أن يعني لكل الحق في أن يدعو لمذهبه، ولكن فقط يعني الذي نتصدى له جميعا هو محاولة فرض مذهب على المذهب آخر. طيب، ده كلام في منتهى الروعة وقمة آمال الأمة الإسلامية أن يجلس الصوفيون مع السلفيون مع العلمانيين. وطول عمرنا كده، ما احنا في الأزهر كنا كده زمان قبل كنا. يعني أن يدعم مذهب على لمطاردة مذاهب أخرى، هذه هي المشكلة وهذه هي الكارثة. صحيح. بحقيقة صحيح. فضيلة الإمام، هتوقف مع فضيلتك عند التصريحات التي نقلت على لسان فضيلتك، أولا الخاصة بهيئة علماء الأزهر أو كبار شيوخنا الأجلاء والعلماء الأفاضل من الأزهر الذين سيكلفون بعد ذلك باختيار شيخ الأزهر. نعم. هل هذه إشارة إلى فصل مؤسسة الأزهر الشريف عن الدولة وعن النظام السياسي، وهي كانت واحدة من التهم التي تلصق دائما بالأزهر أن الأزهر ليس مستقلا تمام الاستقلال ولكنه للأسف تابع في بعض الأحيان إلى النظام السياسي في مصر؟ لا يا أستاذ سامر، معلش اسمح لي يعني. تفضل، أنا أنقل لحضرتك ما يقال. نعم، احنا يعني في بيان في مقام بيان الحقيقة يعني. أي. يعني الإمام محمد عبده، الشيخ المراغي، هؤلاء الشيوخ الأجلاء الذين كان الأزهر في عهدهم هو رائد الثقافة من الشرق إلى الغرب. تمام. كانوا في ظل دولة وكانوا أيضا يعني يأخذون مرتباتهم من الدولة. مزبوط. لكن كانوا مستقلين فكريا
ولم تكن الدولة تستطيع أن تسيطر عليهم. وهذا الأمر يعني حضرتك لا تستطيع أن تضرب لي مثالا واحدا لهيئة يعني مثلا خد لي أي هيئة علمية في أي دولة، ما هي برضو تابعة لدولة. لا هي أنا ما بكلمش حضرتك طبعا أستاذنا وفقهنا الأكبر، أنا لا أتحدث عن التبعية الإدارية، أنا أتحدث عن التبعية الفكرية. وخليني أنا التبعية الفكرية هي التبعية الفكرية طبعا الأزهر يجب أن يستقل، يجب. ما في ذلك ريب، بل انا القانون 103 اللي احنا عارضينه الان يعني مع الاستاذ الكبير المستشار طارق البشري لتعديله او لاعادته من جديد، يعني نتوقع فيه الاستقلال الاقتصادي اولا للازهر، لان الاستقلال الاقتصادي مهم جدا يحرر الفكر. لكن يعني اولا لا طبعا هذا يستدعي البحث عن اوقاف الازهر واوقاف الازهر المبدده، ويعني المساله ليست يعني بالسهوله التي انا طبعا مش هنتفرق في التفاصيل لان فضيلتك هتشرفنا ان شاء الله قريبا ونجري هذا الحوار التفصيلي، لكن يكفيني هذا العنوان اللي فضيلتك تفضلت به ان التبعية الفكرية شيء يجب أن يتوقف فورا. يجب أن يستقل. ثانيا يجب أن تعود هيئة كبار العلماء. أيوة. وهيئة كبار العلماء هي التي تختار شيخ الأزهر. لا يجوز بقى أن يكون معينا من قبل رئيس الجمهورية. لا يعني لا طبعا يعني هو ممكن هيئة كبار العلماء إما يعني هذه الأمور سوف تناقش أو سوف تبحث أو الإجراءات الطريقة هتكون يعني محل بحث. تمام. هل مثلا هم الذين يختارون شيخ الأزهر تحديدا هل مثلا يختارون ثلاثة والدولة تختار واحد منهم مثلا، دي أمور كلها يعني إذا كان إذا جاز لفضلتك أن تقبل مني رأيا، ما هي برضو فكرة الدولة تختار منهم واحد، يبقى احنا بنقحم الدولة في مسألة الاختيار عشان يبقى الاستقلال كامل. الاختيار يجب أن يكون نابعا من الداخل ويرضى عنه من هم في مؤسسة هو الأزهر. عادة يا سيدي الـ يعني هيئة كبار العلماء هي التي ترشح شيخ الأزهر، وإنما ليس بالعكس احنا أنا أفضل أن هيئة كبار العلماء هي التي تحدد شيخ الأزهر. أيوة. وهي التي تعينه. الله يفتح عليك، هذا هو الكلام. أنت كنت تعلم فضلتك هذا معروض وهذا كان الهيئة طيب. بترشح لكن اللي بيختاره بيقول أو لا هو النظام السياسي أو القيادة السياسية، لكن في النهاية سؤالي الأخير، هل فضلتك فعلا قلت أنه لا توجد مشكلة أو مانع لديك إذا اختارت هيئة علماء الأزهر شيخا للأزهر ولا يكون مصريا؟ نعم. لماذا؟ لأنه حدث بالفعل، يعني ما هو الشيخ خضر حسين ده تونسي والشيخ الحسن سوداني اللي كان وكيل الأزهر، ولكن يعني جرت العادة على أن يكون شيخ الأزهر مصريا لأن موقع الأزهر جغرافيا هو في مصر. صحيح الأزهر يمتلكه المسلمون، يمتلكه 1.5 مليار مسلم. تمام. ليس ملكا لكنه جغرافيا هو مصري طبعا، ما في ذلك ريب. جرت العادة على أن يكون شيخ الأزهر دائما يختار من لكن فضلتك ترى أن هيئة العلماء إذا رأت كفاءة ما في ذلك مانع، بالعكس ما في ذلك مانع عالمي، وحينئذ يعني هذا يؤكد الدور العالمي للأزهر. يعني هي فكرة تستحق الدراسة. نعم. طبعا وأنا لست في حل لي إبدأ رأيي فيها شيوخنا العلماء الأجلاء وحتى يعني شباب الأزهريين. نعم. هم القادرون على مناقشة هذه الفكرة. نعم. في النهاية ليس هذا سؤال ولكن هو مناشدة، فضلت الإمام طلاب جامعة الأزهر في كل الكليات والأقسام يقولون هذه الكلمة، يقولون نحن لسنا أقل من نظرائنا في الكليات المدنية بل نحن أكثر عددا وربما أكثر عدة، فنرجو الاهتمام في المباني التعليمية وفي التمويل وفي المسائل المالية والمناهج التعليمية، يعني نرجو نظرة أكثر لأننا نستحق هذه النظرة. نعم. وهذا سيدي ما يعني سيتولاه إن شاء الله قانون 103، بحيث لأنه قانون 103 هو السبب فيما أصابنا من تهميش ومن انكماش. صحيح. ويعني انا طبعا لا اريد ان اطيل، احنا عملنا دراسة عنه ولكن توقفت هذه الدراسة، الان ان شاء الله لابد من تغيير 103 حتى ينطلق الازهر جامعا وجامعة. الله يفتح عليك مولانا، المهم ان يرضى الطلاب لانهم يرون انهم طلاب في اقدس جامعة ولا يجب ان يشعروا بالدونية.
لا طبعا ده يعني، واحنا عمرنا ما شعرنا بالدنيا والله، بالعكس ده احنا بنشعر بدونية غيرنا بالقياس الينا. ربنا يكرمك ولا فض فوق. شكرا جزيلا فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، ووفقك لما فيه خير الامة الاسلامية والمصرية. المهندس عبد الله غراب وزير البترول المصري قال انه سيتم ادخال آلية جديدة، وارجوكم تراجعوا الكلام لفظا لفظا، سيتم ادخال آلية جديدة لمراجعة اسعار تصدير الغاز الطبيعي بصفة عامة. هذه الآلية الجديدة تسمح بزيادة السعر في العقود مع معظم الدول ومنهم إسرائيل. الوزير أوضح أن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي أرقام التعاقد الأصلية وتم تعديلها فيما بعد وتخضع للمراجعة الدورية، وأن هناك بعض الأمور الفنية يجرى التعامل معها لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل. انتهى لحد هنا كلام المهندس عبد الله غراب وزير البترول. واذا جاز لي ان اعلق في ثانيه، انا اناشد وزير البترول بألا يكون له اي دخل من قريب او من بعيد في الدفاع عن الحقبه الماضيه او عن العقود الماضيه او عن الاشخاص والمسؤولين الماضيين. احنا مكلفين، احنا كشعب وكثوره مكلفين الحكومه الجديده اللي منها المهندس عبد الله غراب ب العمل لما فيه خير الدولة المصرية ابتداء من لحظة تكليفه. اللي يشوفه غلط يغيره، اللي يشوفه جريمة يوقفها، اللي يشوفه فاسد ومخرب وأهدر المال العام يسلم ورقه للنائب.